منذ العام 1999 بدأ الأخوين أفراح ومحمد مشاط في التأثر بوالدتهم التي أحبت صناعة مختلف أنواع الحلويات وخصوصا التشيز كيك. مرت الأيام وزادت الخبرة وكبر الأبناء ليبدأوا مرحلة جديدة في حياتهم من خلال الاستفادة من خبرات الوالدة في تطوير الحلويات الفرنسية والعمل على صناعتها من خلال مشاريع ناجحة ومميزة. طبعا القصة كاملة مع ضيوفي منورينا في الاستوديو أفراح ومحمد مشاط. أهلا وسهلا فيكم منورينا. يعني يا جماعة ما أحكي لكم ريحة الحلويات، أنا في قمة سعادتي اليوم. شكرا على الوليمة من الحلويات الموجودة معنا في الاستوديو، أكيد رح نعرف تفاصيل كثيرة عنها، ولكن في البداية أحس قصتكم مختلفة شوي عن الجميع. يعني تأثير مبكر في مجال صناعة الحلويات، أخوين كذا يشتغلوا في نفس المجال، مجال مختلف، أكيد تأثرتوا بالوالدة الله يخليها لكم، فودنا نعرف كيف صارت معكم البداية محمد. طب من البداية الوالدة ما شاء الله بدأت من عام 1999، كنا نفرح لسه صغار ما شاء الله، فإحنا تقريبا تربينا وإحنا بنشوف التشيز كيك كل يوم بيصير قدامنا ما شاء الله. صح. فلما تشوف الشيء كل يوم قدامك كل يوم قدامك بتأثري طبعا بيه وممكن أحيانا تحبيه، فإحنا حبينا المجال هذا. بس يعني إحنا صغار كنا برضه نسوي كيكات أحيانا في البيت، نحاول نبتكر أشياء، بس ما قد يعني تخيلنا ممكن إنه هذا المجال اللي حنكمل فيه. كبرتوا ودخلتوا في نفس المجال؟ لا، دخلنا مجالات مختلفة صراحة. أول شيء يعني درسنا دراستنا كانت شوية مختلفة، وبعدها بعد ما تخرجنا رجعنا للمجال، شفنا أنه هذا المجال اللي احنا حابينه. حلو. طيب بعد تأثرك بالوالدة أفراح، يعني أنت أخذتي جانب الدراسة العلمية، إيش صار بعد هذه المرحلة؟ طيب أول شيء أنه خلال دراستي أيام البكالوريوس كان هذا المجال لسه يعني مو مرة معروف، فدرست أقرب شيء لي التغذية. بعد كده كملت الماجستير في البيزنس إنوفيشنز في بريطانيا. برضو يعني هذا كان لتكملة المجال عشان في البيزنس والعمل يعني في الحلويات. بعدها بعد ما خلصت دراسة الماجستير درست في فرنسا في كوردون بلو في مجال الحلويات. بس أنا ومحمد كنا مع بعض خلال هذه الدراسة. يعني ما شاء الله تبارك الله، تغذية وحلويات ما تصير. خصصتي في التغذية في الجامعة وبعدين دخلتي مجال الحلويات، وأنا أشوف يعني صراحة شتان بين المجالين، ولكن ما شاء الله كملتي في هذا الطريق. وبعد عودتك من فرنسا إيش الإضافة اللي صارت لك في هذا المجال؟ طيب كان أول شيء المحل، بس هو متخصص في التشيز كيك. ماما الله يخليها لينا بدأت بالتشيز كيك. أول شيء بدأنا أول ما رجعنا بالكروسان. نزلنا الكروسان فترة، خلال هذه الفترة كمان توسعنا زيادة، ضفنا الكيكات والحلويات الفرنسية بالإضافة إلى التشيز كيك، وتوسعنا كمان زيادة. طيب محمد بالنسبة لك يعني كيف كانت مرحلة الاستعداد قبل ما تروح للحلويات الفرنسية؟ طيب تمام، زي ما قلت لك أنا درست مجال مختلف، درست هندسة مدنية في بريطانيا. وقت الدراسة كنا أنا وفرح مع بعض هنا، هي بتدرس الماجستير وبدرس البكالوريوس. فجات فترة كنا يعني رجعنا للحلويات كثير، كنا دائما نسوي كيكات، أصحابنا عندهم عيد ميلاد، عندهم أي مناسبة إحنا نسوي لهم الكيكة. رجعنا حبينا المجال أكثر. فمن هنا يعني لما جيت على قريب التخرج قلت لا يعني انا حابب مجال الحلويات، حابب اكمل على الشغل اللي بداته الوالده ونتوسع فيه اكثر. فمن هنا تقريبا بدات استعد اني ادرس الحلويات، وبعد ما تخرجت على طول تيسرت وطلعت فرنسا درسنا. وبعدها قررتوا انكم تشاركوا بعض في هذا المجال وصار عندكم محل فراوله وجبنه في مكه. محل فراوله وجبنه كان من قبل، هو موجود من زمان موجود، بس قررتوا انكم تشتغلوا فيه بعد التخرج. اشتغلنا فيه وصار
كمان عندكم حلويات محمد مشاط، فأنا صراحة ودي تعرفنا محمد عن الحلويات الموجودة هنا اليوم، وإذا ممكن شباب جيبوا لي ملاعق، في ملاعق معكم لازم أذوق صراحة الحلويات لأن الريحة فعليا لا تقاوم يا جماعة، فأحتاج ملعقة تجيبوا لي يا شباب، وكمان أحتاج تعرفني محمد، وأنت كمان حترسم نفس الوقت ممكن أخليك تشتغلي وتعرفني على الحلويات الموجودة معانا اليوم. تمام، زي ما قلت إحنا حلويات محمد مشاط هذه كانت التوسع الجديد اللي سويناه، اللي هو فتحنا محل في جدة حلويات محمد مشاط، هو تقريبا زي ما نقول امتداد لفراولة وجبنة، تقريبا نفس المنتجات اللي موجودة هنا وموجودة في جدة. زي ما تشوف عندنا هنا في الكيكات، في الملفي اللي هو أكتر شيء انشهرنا به قبل يعني من الأول، الأشياء اللي بدأناها في الإضافات على فراولة وجبنة كانت الملفي اللي بالتوت. الله. وعندك بعض الكيكات الفرنسية، تارت مثلا كلها فروتي وكذا، التشيز كيك حق الوالدة، التشيز كيك المشهور هذه البصمة يا جماعة 25 سنة ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. وش النكهات الموجودة في التشيز كيك؟ اليوم جبنا بعض النكهات، في عندنا الشوكليت، ليمون، كوفي، البلو بيري، كراميل، وفراولة وتمر. عندنا طبعا نكهات أكثر زيادة، عندنا تقريبا فوق ال 15 نكهة تشيز كيك. ما شاء الله ما شاء الله حلو. وهنا عندنا الكرسان برضو، هذه بعض النكهات اللي موجودة عندنا، في نكهات أكثر طبعا الحشوات تختلف، اللي هو التشيز، الألمند، الزعتر، وفي الدانش كمان كذا نكهة عندنا منها. يعني أنا أكيد أنه كل شخص فيكم بيكمل الثاني في هذا المجال، ولكن في نفس الوقت أكيد كل واحد فيكم ترك بصمة في هذا المجال، فلو أو البصمة اللي أقدر أقول أنها ميزته في هذا المجال، لو سألتك أكيد محمد إيش بصمتك، وجهزي كمان أفراح جوابك، إيش بصمتك اللي تركتها في هذا المجال؟ إحنا دائما نقول إن إحنا نكمل بعض ونختلف مع بعض كثير في الشارع. لازم الأخوان لازم مستحيل يتفقوا بدون ما تقول لي أنا عارفة. ايوه، فاحنا مثلا نتفق ممكن على الطعم اكثر شيء، نتفق على وصفات، مثلا كل واحد فينا ممكن يسوي وصفه نشاركها مع بعض الاثنين تعجبنا، نختلف غالبا في اشياء بسيطه اللي هي في الشكل، الشكل النهائي دائما دائما تقريبا تختلف. كل كيك احنا نختلف كثير، لما نحط التوته هنا لا نحطها هنا على اشياء بسيطه يعني، بس هذا اللي نكمل فيه بعض، تكون على هذا الشكل دائما الحمد لله. اختلافات بسيطه جدا، ولكن ايش اللي يميزك اكثر في عالم صناعه الحلويات الفرنسيه؟ الحمد لله الاثنين احنا متميزين في نفس الشيء ونكمل بعض، فيعني ما اقدر اقول انا متميز على فرح في شيء ولا فرح متميز عني في شيء، بالعكس يعني دائما التميز يكمل بعض يعني اكيد. فانت عندك شيء مميز افراح ما تملكه، ايضا في نفس الوقت عندها افراح شيء مميز انت ما تقدر تملكه، خصوصا احنا السيدات يعني عندنا تفاصيل كثيره نختلف عنها مع الرجال اكيد. ممكن انا اقول افراح تتميز عني في شيء اللي هو طوره البال في الخبز، افراح تحب بالها طويل في الخبز، تقدر تستنى، انا حاول الحين شويه في الخبز اليوم ما اقدر استنى الخميره العجينه تكبر كم ساعه، لا ما اقدر ابغى اخبز الكيكه بسرعه، يلا بسرعه نسوي الكريم ونسوي اي شيء بسرعه. حلو، بس افراح تحب الخبز، تحب الروقان شويه في الشاي هذا، بالك طويل يعني صبوره افراح. طب ايش تحسي فعلا اللي يميزك في هذا المجال، وايش بصمتك اللي دائما تحب انك تتركيها؟ احب انه يكون الشكل النهائي اهم شيء يكون حلو، يعني يميزنا، يميز انه هذا الشيء طالع من فراولة وجبنة او من حلويات محمد مشاط. غير كذا كمان الجودة في المنتجات عندنا كمان لازم تكون يعني هذا شيء جودتها عالية، لكن يعني بتنافسوا عالميا يعني حلويات فرنسية عالمية وبراند سعودي، هذا اهم شيء اتوقع فعلا. وايش كمان؟ كمان ممكن يعني خلال المواسم لازم نبتكر أشياء جديدة عشان ننافس في السوق، يعني طبعا دحين المنافسة صارت صعبة خلال دي الفترة، كل الناس صارت عندها كروسان، كلهم صار عندهم حلويات تشيز كيك طبعا. أيوه. طبعا فلازم شيء يميز اللي هو الوقت المواسم، لازم تطلعي كيكة جديدة، تطلعي شيء جديد. حلو، ايش عندكم هذا الموسم بما اننا داخلين على الشتاء؟ عندنا الجينجر بريد هو اكثر شيء عندنا يعني مشهور، ما شايفته من اول حتى مسوين كيكه جينجر بريد. اي يا جمال فعلا جينجر بريد صراحه اهنيكم عليه، هذا دحين معروف عندكم موسم الشتاء موجود عندكم وتلاقوه، تبغوا اي كاميرا. حبيت الرسم، حبيت الاشكال الموجوده، و حتى مسوين انه الناس ممكن هم اللي يرسموها بنفسهم الاطفال. الله، هذه فعاليات كمان حلوه. هذا ممكن ادوقه؟ ايوه
حلو في الشتاء طعم مرة ما شاء الله. حقيقة أنا أهنيكم على الفكرة وحدوق من كل بحر قطرة فعلا من كل شيء موجود اليوم معانا، ونتمنى لكم كل التوفيق في هذا المجال. أكيد محمد أفراح نورتونا وشرفتونا اليوم، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك. مشاهدينا وصلنا للختام، لا تنسوا تواصلوا معنا حساب البرنامج اللي راح يظهر الآن، وخلاص أشوفكم بكرة عشان لازم أكل. السلام.